إنيجما المرحلة الثامنة والأخيرة. مضى الكثير وبقي القليل، فريقان فقط يتنافسان للحصول على كنز إنيجما، لكن الطريق إلى النجاح يرتبط بفك أربعة ألغاز. إيمان ومحسن، إبراهيم وياسين، فريقان متناقضان لكن متحمسان للظفر بالكنز. هاتكم ربو يا سعد يا أخوان. فمن سيحصد التكريم في طنجة؟ إنيجما المرحلة الثامنة والأخيرة، تتابعونه يوم الجمعة عند 9:30 مساء على قناتكم ميديان تي في.